موقع cars.com صاحبه اشتراه سنة 98 ب 2 دولار، دلوقتي سعر الموقع دوت 870 مليون دولار. أكبر شقة في نيويورك صاحبها اشتراها سنة 98 ب 100,000 دولار، دلوقتي تمنها 25 مليون دولار. زمان كان في ناس ممكن تشتري شقة وتسقعها وبعد كده تبيعها بأسعار أغلى، دلوقتي وقت تسقيع الدومين نيم. أنت كمان ممكن تشتري دومين باسم البيزنس بتاعك وتبيعه كمان سنة ب 10 أضعاف المبلغ اللي أنت اشتريته بيه. لا تقول لي ذهب ولا تقول لي دولار. ده غير ان اصلا انت ممكن تستغله في البيزنس بتاعك وتبدا تعمل ويب سايت حقيقي ليك. طب ليه مهم انك تعمل ويب سايت؟ انا مش مصدق ان لسه في حد بيسال السؤال دوت لغايه دلوقتي والله، بس خلينا نقول الاجابه ما دام الناس ممكن تبقى بتسال. بس قبل ما اجاوب اعمل لايك. واحد، عشان تعرض خدماتك او منتجاتك بالبراندنج او بالالوان والفونتات والستايل بتاعك وبتاع البيزنس بتاعك. اتنين، عشان دوت بيديلك امكانيه ان انت توفر اكتر من طريق الدفع للمنتج والخدمه بتاعتك. تلاتة، عشان ممكن تبني قاعده بيانات للعملاء بتاعتك تحط فيهم اسمائهم وارقامهم والايميلات بتاعتهم، ولو عندك اي اوفر او اي عرض جديد تقدر تبقى بتبعت لهم بدوسه زرار. دوست لايك ولا لسه؟ طيب اربعة، ودي مش اخر حاجه بس هي دايما بتطمن وبتدي حاله من حالات المصداقيه للعملاء لما بيخشوا يشوفوا عندك ويب سايت موجود عليه كل الخدمات، موجود عليه الاسعار اللي انت بتعلن عنها، فبيطمنوا فبيشتروا. اهم نصيحه هقولها لك وما تقولش عليها لاي حد، لو هتشتري دومين نيم اتاكد انك انت تبقى بتجيبه دوت كوم، ها، عشان لو لا قدر الله البيزنس بتاعك ما كملش هتعرف تبيعه وتكسب بيه. اشتري مني.